الغنية نفسي نزل اليوم قبل بكرة بس. الفيديو كليب قرب 2000 years later. واخيرا مرسال نزل اغنيته المنتظرة الجديدة، خلونا نسمعها ونقيمها ونستمتع. طيران الجبهات والقصف. دقيقة، منو دا يسوق الطيارة؟ مرسال، من شو وقت انت صار الطيار؟ ولا شكلك بديت تتعلم من ورا هاي الصورة؟ يا اخي شوف طيارين هذا الوقت قاعدين بالطيارة ومشغلين اغاني ومسجل. لا اله الا الله. طالع عالسماع العالي مع جمهوري مو لحالي، طالع لأثبت امالي، طالع للقمة وكلامكم مو ببالي. دقيقة مرسال، ترى انت فاهم الموضوع غلط. هم صحيح يقولون لازم توصل للقمة وتوصل للهدف، بس مو يعني تركب لي طيارة وتريد تروح للقمة، ترى مجرد تعبير مجازي. ولا تكون جايب الطيارة لهذا السبب اللي اساسا ما تكفي غير اثنين وتقول انه تريد تصعد متابعينك بيها. طالع عقصة مجهودي، طالع لأثبت وجودي، تنفس كل وعودي وكلامكم هو وقودي. بعيدا عن الكلمات، ليش محسسني انه المايك اللي تسجل بيه مايك مال تليفون قديم؟ ويعني اذا غبت يطلع الاولاد، الاسد لما بيمرض يعلى صوت الكلاب. هو اللي قال اني ما علي. دقيقة بيسان، ليش تتبكين؟ ترى شبهش بالكلب، على الاقل الكلب يعني عنده وفاء. هو صلا بلا صيح. ترى ما اقصد شيء ابد. هذا صدق ما تكتب ما تكتب. ليش هيك عم بيسووا على الاسود عم بيعون؟ احنا رح بنضل فوق وهن رح بيضلوا يعون. ما بيعني اذا غبت يطلع الاولاد، الاسد بس يمرض يعلى صوت الكلاب. اوه ماي جاد، الصراحه فعلا واو. التصوير صراحه كلش خرافي، والاماكن يعني ده سجل بيها والدقه الفيديو كليب جدا رهيبه. يا الله يا مرسال، هسه يعني ضروري يعني تحط هذه اللقطة اللي حطير مقطعك؟ ويمكن مقطعي بيسان درا انا ما علي، يعني هو اللي حط اللقطة. اديني شوي حماسك رح ضلني داج راسك، نفضوك كتير غاري بس ما حدا غيري داسك. احكيلي شو لباسك؟ جوتي اديداس. انتو بتفتخروا بمصاري، انا بفتخر بالناس. اوكي، ما ادري ايش احس انه القصف عشوائي، ولكن ممكن ينطبق على وسام تيكت، فاكتبونا بالكومنتات اللي عرف منو يقصد بالضبط. يعني هذا صح غايبين لانه ملينا من تافهين بيحكوا علينا. منو تقصد بالتافهين اللي حكوا عليك؟ يعني شوف انا صحيح نزلت مليون مقطع عليك، ولكن ولا مره حكيت عليك مو بالزين، ولكن بس دراد اللي حكى عليك مو بالزين، فيمكن تقصده. اوكي، خلصت الاغنية، والصراحة الاغنية فعلا فعلا رهيبة. صحيح انتظرنا هواية وهواية ملينا، ولكن فعلا كانت تستحق هذه القنبلة اللي قدمت لنا اياها، فمبروك الاغنية. وطبعا رابط الاغنية بالوصف، روح اسمعوها، الاغنية كلش رهيبة لمسي معها. وبالنسبة للاشخاص اللي سمعوها فيكتبون رأيهم بالكومنتات اذا عجبتكم او لا. وبس، كان معكم فهد زين من قناة مملكة القصص، مع السلامة.